معايا هي عايزة ايه بص في المراية عشان نتقدم سيب الشيشة أم من على القهوة سيب الشيشة هي عايزة ايه ظبط زوايا ظبط زوايا ظبط زوايا فعلا مش من هنا إنما مصري تعد قالك إنك فلبيني أنا بعمل مشروع وبحث عن مصر والوطن العربي يعني نشوف كل حاجة وحشة والعكس عش يا بطل بقى يلا في تاني أسد يا بابا في إيه مين المعلم على الطعود ده؟ وفين الشجرة دي؟ ها؟ دلوقتي مع نظام أنا متحرش إلكتروني هتستمتع بعرض سكرين شوت لكل كلامك القذر وهتستمتع كمان بالزفة البلدي أنا أخدت الكلية في 7 ظبطة التسول اهلا بيكم في اكبر واجمد برنامج من نوعه هو برنامج شحاته جوت تالنت واحنا دلوقتي في البرنامج بنشوف ونختبر مين المتسابق اللي هيقدر يكمل معانا ويوصل معانا للمرحله النهائيه بصدقه ومشاعره ويكون في فريقي ودلوقتي مع اول موهبه في البرنامج مش قلت لك بنت زي ما انا توقعت بالظبط هاي انا اميره من الدقي شايفه نفسك هتعرفي تشحتي وتقنعينا وتقنعي الساده المشاهدين انك فعلا تستاهلي الحسنه والعطف انا اقدر اعمل كل حاجه في اي حاجه وفي كل مكان لو جاهزه اتفضلي بليز بليز ارجوكم انا محتاجه اتعشى بليز حسن بليز ارجوكم يا بنتي فين الشحتفه فين الاداء او الاستاذ عمرو عايزك في فريقه يشبع بيكي اما بالنسبه لي انا بص بعينك وارحم بقلبك يا مؤمن انا ابويا راجل عاجز على كرسي ما عندوش اصلا حضرتك كرسي اقسم بالله طب اقسم بالله تاني عشان لو ما صدقتوش الاولانيه انا لحد دلوقتي ما لميت غير القعده غير حق القعده حضرتك ونازل عشان اجيب الدار عايزكم تصدقوني مش عايز احلف اقسم بالله مش عايز احلف اقسم بالله صعب عليا قوي خد يا ابني خد يا ابني خد يا ابني خد يا ابني الله يبارك لك يا رب يخليك ربنا يخليك ربنا يطول في عمرك يا فندم براءه ايوه يا فندم ده انا كده هجيب حضرتك خدادية للكرسي ففرحتك يابا ده كده كتير كده اللهم صل على دي شكر الجنيهات كده ربنا ما يحرمنا يا رب منكم يا رب تستاهل يا ابني والله استاهل. ربنا يسعدكم يا رب كل حاجه فيك هايله السديري وكل حاجه السلام عليكم اقفل اقفل الصوت يا ابني اقفل الصوت حاجه جميله والله العظيم الحمد لله يا عمروسي مفيش احسن من فعل الخير طبعا طبعا كلنا هنمشي اكيد مفيش حاجه باقيه لا برنامج ولا شهرة البرنامج؟ ايه ده؟ ده ممثل ده نصب علينا خد يا سيب الشيشة اللي بعده مساء الخير ممكن تشتروا مني الأول أنا معرفش حضرتك سيلز أنا افتكرتك متسابق معنا في البرنامج سيلز إيه؟ حضرتك أنا من منصورة وبدرس هنا في القاهرة أنا في تالتة سياسة واقتصاد ها؟ وأنا مشغول في السياسة والاقتصاد بتوعي فلوسي وقعت مني بس فمحتاج بس من فضلكم 20 جنيه يعني أروح بها بيتنا وحتى كمان هركب قطر عادي مش مكيف يعني أنت قلت لي اسمك إيه؟ وليد وليد يا فندم وليد ولا في العضل؟ إيه ده؟ حاجة تضحك أنت في فريق وش؟ ده أنا أخليك تسول السنين انت معايا انا خلي بالك معايا انا في رمزي تيم انا اللي اخترتك وبرمت لك الاول لو ما اخترتنيش هبرمك حضرتك يا فندم فهمته غلط بس انا معايا تليفون غالي على فكره شحات ايه ده يعني انت مش متسابق متسابق ايه يا فندم انا كنت معدي من هنا بالصدفه لقيت الباب مفتوح ولقيت عربيات شيك قوي واقفه بره فقلت بس ادخل اشوف حد يساعدني عشان اخد ال 20 جنيه مش اكتر على فكره انت اوحيت لي بفكره عبقريه تحب تكسب 1500 جنيه في اليوم انت بالبليزر بشكلك الحلو ده هنوقفك بره قدام اي مول قدام اي مترو تعمل كده الحاجات دي انتوا عايزيني اشتغل متسول لو اعرف ان الموضوع كده على فكره ما كنتش جيت سالتكم على مساعده ولا اي حاجه من الحاجات دي طيب اسمع
أنا هخليهم لك 2000 جنيه في اليوم. طالما الموضوع كده بقى أنا أنضم الفريق أستاذ عمرو، لأن هو اللي دعالي وأول واحد برملي، وأنا هبقى معاه إن شاء الله. يلا باي باي. نورت التسول. ظبط زوايا ظبط زوايا شيشة، قم من على القهوة سيب الشيشة. مبدئياً كده مبروك عليكم الانضمام للبرنامج. عايزين نركز مع بعض المرحلة الجاية عشان انتوا في الفريق بتاعي، وعايزين نعمل مع بعض شغل وبيزنس عشان خاطر مستقبلكم. على الله يا كوتش. ان شاء الله خير. اعرفكم ببعض، وليد سيف منى. وطبعا انتوا فاهمين قد ايه انا اخترتكم بمنتهى الدقة والعناية. احنا عندنا تارجت، هيوج تارجت. انا مش عايزك تقلق يا كوتش من اي حاجة، انا حافظ شغل كويس جدا وعارف انا هعمل ايه بالظبط. مرة هقول من منصورة، مرة من طنطا، هنوع يعني ما تقلقش. عجبني انا الفرايتي ده، عايزك تظبط الدنيا. لاني بفكر افتح قسم اسمه ما تخافش من الهبلة خاف من خلفتها. القسم ده هدفه وطريقته تتلخص في انك تدخلي على الزبون وانت شيك جدا وتقولي له لو سمحت ممكن بس مبلغ صغير اروح بيه البيت قبل الساعة 10 زي اي بنت مؤدبة. انت بتعرف تعمل تركي؟ والله انا من تركيا وتحديدا من اسطنبول، وبدي بس مصاري مشان اروح. اصل كده يا ابني ده مدبلج. وانت سيف؟ لا مش بفهم تركي. تركي ايه يا ابني بشكلك ده؟ انا همسكك يافطة ماشي، وهكتب عليها انك يتيم، ابوك مطلق امك عشان ما بتخلفش، واخواتك مش لاقين ياكلوا، وهطلعك المترو تفضل ترمي ورق على رجل الناس، ترمي ورق على رجل الناس، وتقول ان انا كاتي اجني اجني كاتي لا كاتي اجي. انت اسمك مين؟ انا ايوه انا يامي يا استاذ يامي. يامي. يامي هو متخصص الكمبيوتر والانترنت. مين انا؟ ايوه بالظبط بالظبط. ويامي هو اللي هيبقى متخصص في موضوع الشحاته الالكترونيه. مين انا؟ ايوه يا سيدي. معلش يا استاذ يعني هيدي وهي عندي بيقع بس يعني بس فهمني ازاي حاجتك يعني. افهمك يا سيدي، عشان انت ليك عندي حاجات حلوه وعايزك كمان تظبط الدنيا وانت بتلم الغله عشان المترو. حلوه الشغلانه دي. وفي نفس الوقت مش هتعب، وكمان احافظ على خامه صوتي يا استاذ. وتظبط نفسك بقى في حبه كاركترك كده عشان رياكشناتك، عشان انت ما جيتش. ايه؟ يا بيه يعني امي مرميه في المستشفى واخويا وقع على رجله اتكسر، واجيب كرتونه بيض يا بيه واحطها على الارض واقعد اعيط جنبها واولول كده يا بيه. انا بقى هعمل ايه؟ العب صابوي. بقول لك ايه يا بيت، انت بتحب عصير القصب؟ انا هظبط لك الكلام. ليه؟ هظبطك، هشيل لك قسطره مليانه عصير قصب تفضلي ماشيه بقى في المترو، وهنعمل مسابقه شحاتين جوت تالنت كيدز كده. كيدز؟ ايوه يا بت، كيدز يتحط فوق كتافك. ما تقول عيل. ويكون شبهك كده عشان قلب بتوع الفيسبوك ما يقفشكيش. لله يا محسني. كويس، عايزكم تشتغلوا على نفسكم، الهدف قرب، ربنا يوفقكم. الله الله يا استاذ يامسي. الله سيب الشيشة. انا جاي من بسوس ومحتاج فلوس. احساس اعمق. عايزة فلوس عشان أعالج بنتي. كنت محتاجة 100 جنيه عشان أروح الكمباوند بتاعنا. سواك أكتر؟ اشحيني يا معلم، أصل أنا في الصحة ومفيش سيجنال، وعايز أجدد الباقة بتاعتي. حاول تكتب يا حبيبي، حاول تكتب. أمي مرمية في المستشفى، وأخويا رجله اتكسر، وكرتونة البيض وقعت كلها، ما تبقاش فيها بيضة واحدة. برافو يا سيد، برافو. يلا يا ابني يلا. ايه يا عم في ايه؟ انا كلمتك، احنا اللي افورنا شويه يلا. والبوبه برضه مستنيانا. تعالى ظبط زوايا ظبط زوايا. عزبة عرب الجزيرة الخضراء هي واحدة من ضمن عزب كتيرة بتتبع قرية الجزيرة الخضراء في محافظة كفر الشيخ، وكلهم بيعانوا تقريبا من نفس المشاكل. أول مشكلة واجهتنا هي تراكم مياه الأمطار اللي بتختلط بمياه سيب الشيشة. قم من على القهوة
سيب الشيشة. بص بقى بوب العالم، ها انت داخل سوبر فايزر الشحاتين، يعني الست التقيلة الدهاسة التقلة. يعني انا متدرب كويس، انت بس اديني اي هيستوري كده عن الشخصية اكتبه في ورق فلوسكاب وادبسه زي الفنان احمد مكي. انت هتخش على جملة انا هقولها، ها حسنة قليلة يا محسنين، ماشي جريت. انت بتجري ليه يا عمي من الصبح؟ لا القاهرة الجديدة واقعة عندنا وده ما ينفعش، القاهرة الجديدة دي التارجت كله. بس ازاي يا فندم؟ دي القاهرة الجديدة دي مولعة الدنيا وبتجيب تارجت في الشهر زي الفل. سكلاتك امك يا حودة، بقى معفن تبقى ماسك الجامعة الألمانية ومش عارف تعمل غلة عدلة، كانت نفعتك في الاوف سيزون يا منايل. اوف سيزون ايه بس يا ستي؟ كل اللي حصل انت تصاحبني. اه السلام عليكم، مسا مسا يا ست المعلمين، يا بوباية العالم، يا ملكة الشحاتين، يا ماي هارت وماي كوين. اه انا الملك، انت مين بقى يا؟ انا كوكو نونو طاطا، انت نسيت ولا يا معلمة؟ فاكرة لما جيتلك وانا حتة قد كده خدتيني تحت جناحك ومشيتي بيا، مشيتي وقلتيلي بص في السحاب وطير ولم غلة، الله يبارك لك يا معلمة. ولا ما تاخدنيش في دوكا يا، عملت التارجت ولا فاشل زيهم؟ تارجت يا معلمة؟ في ايه؟ هو ده شكل شحات؟ لا 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 سمح الله، دكتور صيدلي يا قدي الدنيا كلها. بص بقى تتمقلس عليا يا معلمة، وانا كنت جايلك في حاجة حلوة وهخليكي تنبهري بيا وتقولي لي الله ينور عليك. انا على فكرة يا معلمة عمري ما اشتريت اي حاجة بفلوسي، اذا كان اكل ولا شرب ولا اي حاجة، حتى الهدمة اي حاجة نفسي فيها بجيبها بالشحاتة. لا معلش بقى عشان ضبط المصطلحات، دي ما اسمهاش شحاتة، دي اسمها استنطاع. استنطاع يا معلمة بقى انت بتقل مني ليه؟ انت فاكرة واحنا صغيرين كنت بتعملي فينا ايه؟ كنت احنا هنا قوي، وكنت دايما بتعلمينا نشيد الشحاتين، احنا الشحاتين، احنا الشحاتين، في الاشارات دايما واقفين، في الاشارات دايما واقفين، عتب اكتوبر والتبين، واي اي الضابط جاي، حسنة قليلة يا محسنين، حسنة قليلة يا محسنين، حسنة قليلة يا محسنين. ما خلاص بقى يا وحش، ولا مستنين اديلك حسنة؟ معلش بقى معلمة، الحتة دي كانت دايما بتعجبني اقسم بالله، عشان كان الكورال حسنة قليلة يا محسنين، حسنة قليلة يا محسنين، ادخل بقى زي ما متفقين، حسنة قليلة يا محسنين، حسنة قليلة يا محسنين. صلى على النبي، جيتولي ملعبي، معايا الأطفال، معايا جنين الحضانة، معايا لحد سن المراهقين، وحسنة غزيرة محسنين. وده يطلع مين ده كمان؟ معقولة الأستاذ سميح السريح؟ أنا بسرح الأطفال وسرح الأطفال. طب ما توريها الشغل بقى يا خال، وريها يا خال يا ابن الخال. بص بقى ست الكل، معاها مودي ده، الواد ده 6 سنين وقابل النظافة موت، ممكن ننزل يقف في حدائق الأهرام كده مع مامته. وده فين يا أخويا مامته بقى؟ وانت هتغلبها يا ست الكل، هاتي أي واحدة كده ولبسيها نظارة كده وطرحة وأي حاجة وبتاع، والدنيا هتمشي زي الفل. انت قديم أوي يا. واحنا دلوقتي في البرنامج بنشوف ونختبر مين المتسابق اللي هيقدر يكمل معانا ويوصل معانا للمرحلة النهائية بصدقه ومشاعره ويكون في فريقي. ودلوقتي مع أول موهبة في البرنامج، قد إيه أنا اخترتكم بمنتهى الدقة والعناية. احنا عندنا تارجت، يوجي تارجت. أنا مش عايزك تقلق يا كوتش من أي حاجة. عشان نتقدم سيب الشيشة، أمن على القهوة هي عايزة ايه؟ ظبط زوايا، ظبط زوايا.